بعد سنوات الحرب والدمار التي مرت على الجارة سوريا والتي شرد الملايين من أبنائها في مختلف بقاع الأرض، وكانت محافظة الأنبار إحدى المحطات لتلك العوائل والتي لا زالت تحط رحالها فيها لتكون نحم الملاذ والمأوى وتقدم لهم ما تستطيع من مساعدات. قائد شرطة الأنبار الفريق الحقوقي هادر زيج أكد أن وجود العوائل السورية اللاجئة في الأنبار أمر غير مقلق، كما كشف عن تشكيل لجنة لتدقيق أفرادها أمنيا، لا سيما سيتم نقلهم إلى مخيمات تأويهم من الانتشار في الشوارع بشكل عشوائي. اليوم الموضوع تواجد العوائل السورية موضوع لا يقلق بما يشاع ولا يقلق بما يروج له بعض الإعلام وبعض المناشدات، وأصبح كذلك في بعض من الإعلام الذي يروج ويكتب عن هذا الموضوع، وكأنما هناك فد مشكلة كبيرة جدا في موضوع العوائل السورية. العوائل السورية الموجودة في محافظة الأنبار طبعا مسيطر عليها ومدققة أمنيا، وموجود لدينا ملفات كاملة بالتدقيق الأمني وعن تواجدهم في أي مكان ونقطة وفي القصبات والنواحي وداخل الأقضية والمدن. بالإضافة إلى ذلك هناك لجنة رئاسية. مواطنون طالبوا الجهات المختصة بإيواء العوائل السورية في المخيمات والمواقع المخصصة لهذا الغرض كبروتوكول عالمي مختص بشؤون النازحين، مع توفير المستلزمات المعيشية اللازمة واللائقة بها. بخصوص العوائل السورية، عوائل السورية موجودة مخيمات بلوك 18، يعني احنا شفنا عقبة التهجير وشفنا لوعة التهجير، فالمفروض موجودة مخيمات بلوك 18 تنحصر العوائل هناك، ياهو يصير عليهم رقابة من قبل الحكومة المحلية حكومة مركزية، فما تبقى العوائل بالشوارع ومشردين بالشوارع، يعني حالة مزرية جدا، يعني حالة مو حضارية. حقيقة ملف اليوم أصبح منتشر، ظاهرة انتشار السوريين كبيرة. صدر قرار من العمليات ومن قيادة الشرطة أنه بنقلهم إلى مكان مخصص بالكيلو 18. ومنذ بدء الحرب في الجارة سوريا إلى يومنا هذا، وأمل العوائل اللاجئة أن تجد من يطفئ نار الحرب لتعود إلى وطنها وديارها، وهو أمر ينتظره العالم أجمع. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.